بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد تحل بركاته على جميعنا من الان والى ظهر الامم كلها امين. باسمكم كلكم نشارك الاستاذ الشماس الخادم الامين ايمن مجدي واخته الخادمه الامينه المدام ايناس في ذكرى الأربعين لانتقال والدهم الأستاذ مجدي فهمي إلى السماء. إحنا الحقيقة وإن كان هي ذكرى فيها ألم، فيها مشاعر تحيط بها الحزن، لكننا فرحانين لوصوله للسماء، وفرحانين لأنه أتم وأكمل رسالته على أكمل وجه، وبنقدم له كل الشكر في هذا اليوم على البركة الكبيرة اللي سابها للكنيسة ممثلة في أيمن وفي إناس وطبعا في باقي الأسرة المباركة. ربنا يكون معاهم، يدبر لهم كل أمورهم ويعطيهم العزاء ببركة صلواتكم جميعا. موضوع النهاردة إنجيل اليوم بيكرر على ما سمعنا كلما احتفلنا بتذكار أحد البابوات أو البطاركة بتوع الكنيسة اللي على اسم القديس بطرس، لأن في الإنجيل طبعا تكريم للقديس بطرس الرسول زي ما سمعتم تباك يا سمعان ابن يونة، لأن دما ولحما لم يعلن لك ولكن أبي الذي في السماوات. ليه بطرس قال هذا التكريم؟ لأنه قال أنت هو المسيح ابن الله الحي. طب وبطرس جاب الكلام ده منين؟ الكلام ده معروف من العهد القديم، لأن ابن الله وإن ولد من العذراء مريم في ملء الزمان، لكن مخارجه منذ الإيه؟ الأزل زي ما يقول عن الكتاب المقدس. شافوا إبراهيم في شكل إنسان زي ما تجسد لنا، لكن كان مجرد ظهور، مكانش تجسد طبعا، يعني ياخد شكل بس، لكن حقيقة مفيش جسد. شافوا في شكل إنسان معاه اتنين رجالة ومروا عليه وقعدوا أكلوا عنده، وبعدين ربنا كلم ربنا يسوع المسيح كلم إبراهيم وقال له على موضوع صدوم وعمورة، وإبراهيم قعد يتشفع فيهم. المهم في الآخر سابوه ومشوا وكملوا بقية القصة. ففينا شافوه في العهد القديم في شكل ابن البشر، زي ما كان سؤال المسيح النهاردة ماذا يقول الناس عن ابن البشر. شافوا دانيال في الرؤية بتاعته قال شبيه ابن إنسان قد قدم إلى قديم الأيام، فالله الآب أعطاه مجدا وكرامة تفوق الجميع، وده اللي قاله سيد المسيح مجدني أيها الآب بالمجد الذي لي عندك من قبل إيه؟ تأسيس العالم. شافوا الملك لما رمى الثلاث فتية في أتون النار وصرخ وقال ألم نلقي ثلاثة؟ أنا شايف مين؟ أربعة، لكن الرابع شكله إيه؟ شبيه بابن الآلهة. ظهر ظهورات كتيرة وكان يؤكد فيها أنه هو الله، زي ما ظهر ليعقوب ويعقوب عرف أن هو بدونه لا يمكن أن يكون هناك خلاص أو بركة حقيقية، فأخذ يسارع معه حتى مطلع الفجر ويقول له لن أطلقك حتى تباركني. فإذا الموضوع معروف العهد القديم، والحقيقة تعالوا نسمع كمان سليمان الحكيم
الذي أكثر واحد تكلم عن الحكمة وبحكمة في سفر الأمثال صح 30-4 يقول من صعد إلى السماوات ونزل. والعبارة دي قالها مين؟ سيد المسيح لنيقوديموس، لأنه ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء وكان موجود في الأرض بيكلمه، يعني هو مالي الاثنين في وقت واحد. من جمع الريح في حضنه، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. يبقى إذا فكرة إن الله وابنه وإن ابنه سيأخذ شكل إنسان ويعيش في وسطنا كبشر معروفة من العهد القديم، فمش غريب على إن بطرس يجمع كل ده في ذهنه ويبص للمسيح ويقول له هو أنت مين؟ هو أنت المسيح اللي قرينا عنك واللي انتظرناك كتير، أنت هو ابن الله الظاهر في الجسد. وعشان كده حتى اليهود لما حكموا على المسيح بالصليب قالوا له لأنك قد جدفت وأنت إنسان تجعل نفسك ابن الله مساويا ذاتك بإيه؟ والله يعني هم فاهمين إن لما يبقى هو ابن الله يبقى إيه؟ يبقى هو الله ذاته. فالمعرفة دي كانت موجودة وهو ده اللي أعلنه بطرس، وعشان كده بطرس استحق أن يكرم وأن يمجد من السيد المسيح طباط يا سمعان ابن يونا. كلكم عارفين الكلام اللي أقوله هقوله في وقت سريع، وأنتم كخدام اعملوا أبحاث ودوروا لأنها مواضيع مهمة خالص، وأنا شايف إنكم بتدرسوا جانب منها في اجتماع الخدمة أو إعداد الخدام. شفنا في المسيح إنه الخالق الذي يخلق، ومن غير الله يستطيع أن يخلق. شفناه غافر الخطايا وماحي الذنوب، ومن له سلطان أن يغفر غير الله. شفناه يشفي جميع الأمراض مهما كانت مستعصية أو احتار فيها الأطباء ولو لسنين طويلة، وكان كل يأس بأن اللي ممكن يتم شفاء لأنه بيشفى الأمراض، يفتح أعين العمر. شفناه بيقيم الموت من الموت، شفناه له سلطان على الطبيعة، على الهواء وعلى المية وعلى الحيوانات وعلى الطيور، على كل شيء له سلطان لم نراه في إنسان من قبل. شفنا فيه إنه هو واضع الناموس والتعليم والوصايا، فقالوا عنه كده اليهود إنه كان يتكلم كمن له سلطان وليس كالكتبة والفريسيين، وبسلطان إلهي يقول لهم قيل لكم أما أنا فأقول لكم. ما هو اللي قال في العهد القديم وهو هو اللي بيقول في العهد الجديد ليكمل الوصايا والناموس بحسب مستوى عهد النعمة الإلهية. عرفنا عنه إنه غير محدود لا بزمان ولا مكان، من حيث الزمان يقولها أنا زمعكم كل الأيام ولم قضى الظهر، ومن حيث المكان يقول إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسم في أي مكان في العالم أكون فين؟ في وسطهم. شفناه بيعرف الغيب وبيقرا الأفكار، فاحص القلوب والكلب، ودي صفات كلها تخص الله وحده. عيناه تخترقان أسطر الظلام، ويعرف ما لا يستطيع أن يعرفه البشر المحدودين. قدراته فاقت الكل، وسلطانه أصبح سلطان على الجميع. محبته لا حدود لها، كلنا مهما اعتلينا في المحبة ومهما زدنا فيها بيجينا وقت ونبقى محدودين، مش كده؟ مش عارفين نزود أكتر، مش قادرين نستوعب أكتر. لكن هو لم نراه قط، محبته نقصت في أي لحظة حتى قدام أعداء وصالبيه
وفي آخر لحظة حياة الجسد على الصليب وهو معلق يقول له اغفر لهم يا أبتاه. مش بس ده بيغفر، ده بيلتمس العذر لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. ده كله من العهد القديم، واللي شافه بطرس في المسيح خلاه يقدر يقول أنت هو المسيح ابن الله الحي، فاستحق التكريم والتمجيد من السيد المسيح. طوباك يا سمعان ابن يونا أن دما ولحما لم يعلن لك، بل أبوك الذي بل الله الذي في السماوات هو أعلنيك. النقطة الثالثة اللي عايز أتكلم عنها، وهي دي بقى نركز فيها شوية، خليكم معايا لأن برضو نقط كتير، لكن أنا هقول شوية منهم وأنتم كملوا معايا، كل واحد كده يكمل في نفسه، وياريت في البيت يكتب الكلام ده ويقدمه لنا كأبحاث، لأن هي دي المسيحية. هي إيه؟ مين هو المسيح بالنسبة لك أنت؟ طيب أنت شايفه إيه؟ أقول لكم أنا شايفه إيه؟ وأنتم فكروا، ربما تشتركوا معايا في بعض النقط، وربما طبعا تضيفوا ما لا أعرفه أنا. نمرة واحد، هو الساتر العيوب. ياما من عيوب وياما من أخطاء، لو كانت كشفت لكانت فضايحنا تبقى بجلاجل. هو ساتر العيوب، هو الغافر للذنوب. كم من ذنب ارتكبت في حياتي، وكم من مرة سقطت في خطايا وتكررت، وفي كل مرة يغفر ويسامح، يقول مسامحك يا ابني، روح مغفورة لخطاياك. بالنسبة لي هو طويل الأمل، عمره ما شفته قال ما فيش فايدة، وعمره ما رفض، وعمره ما رجعني خايب الأمل ولا مقصور الرجاء فيه. هو طويل الأناة، احنا ما بنحتملش بعض. ياما في كتير في اوقات الواحد بيضطر يحتاج، مش بيضطر يعني للعذر، انما لضعف بشريته يحتاج، ويبدا صوته يعلى، ويبدا يتعامل مع الناس باسلوب لا يليق بابناء الله، بينما هو طويل الأناة، طويل الأناة. حتى لو بنغلط فيه هو يطيل أناته علينا. هو بالنسبة لي المعزي، لما تشتد الأحزان والأوجاع والألام ما لقيش أحن منه، الواحد يحط راسه على صدره ويرتاح. هو الوحيد اللي يعرف يمسح الدمعة من العيون، هو الوحيد اللي بيعرف يطبطب صح وبلا غرض وبلا مقابل. شفت فيه المدبر للأمور والموجه لطرق الخروج من الشدائد والضيقات. ياما الواحد اتحط في موقف صعب وكان يظن انه لا مخرج منه، ونلاقي ربنا عمل ما لا يخطر على قلب بشر. ياما مواقف كتير ومتكرره وحتميه. فهو المدبر لكل الامور بمحبه وبرقه قلب، يخرج الانسان من كل الشدائد والضيقات التي يمر بها. شفت فيه بالنسبة لي هو الذي يجرح ويعصب، يصحب ويده تشفيان. عشان كده لما اختبره أقبل منه كل تأديب بفرح، أقول له يا رب أنا بشكرك، أنت بتقدمني إيه ده؟ إيه الحب ده؟ إيه الأبوة دي؟ خليك معايا كده يا رب، أعمل معروف للنهاية، أوعى تسيبني لأني محتاج لتأديبك في كل وقت، لألا أضل وأضيع وافتكر نفسي ماشي صح وامشي في طريق غلط. هو الأخ والصديق في وقت تخلي الكثيرين عنك،
ياما بيحصل ظروف كده الواحد كده يحس ان كل اللي حواليه سلبيين، او الكل بدأهم يعني يبقى الواحد تقيل عليهم، او ان الكل بدأهم مش مقتنعين بيه، ويحاول الشيطان بكل الطرق ان يصيبك بنوع من الاحباط والاكتئاب والتعب. وفي وسط دي تلاقيه هو اللي جاي ماشي جنبك بيقول لك لا ده انا معاك، اوعى تقلق، انت مش لوحدك، ده انا ايدك في ايدي وماسكك طول الطريق، بس انت اللي فكرت كده من ضعف بشرك، انما انا اشوف نسيبك. ولو تركوك الكل، ولو تركك ابوك وامك واقرب الناس اليك، انا بحتضنك لانك انت ابني، وانا اشتريتك بدمي ليا. هو المحامي والمدافع في وقت يظلمك فيه ناس كتير، وتحس كده انك دخلت واتقفلت عليك كماشه، والغلط راكبك، ولا مبرر للي عملته، لكن بحنية كاملة تلاقي ربنا هو اللي بيدافع عنك ويخرجك كده من القضية كأنك شعر من عجين أو كشاية من وسط لهيب نار ينقذ حياتك. هو النور اللي بيضيء ليك في وسط الظلام، حتى ولو شمعة صغيرة لكن يفرح قلبك. حصل في مواقف كتير الواحد يلاقي الدنيا بتظلم حواليه، وكأن خلاص بقت النهاية، وساعات الشيطان يروح رامي كده كده، طب انت عايش ليه؟ طب ايه الفايدة من بتعمل ايه؟ روح ربنا منور لك نور كده صغير بسيط قوي، حتى ولو على لسان طفل صغير، حتى ولو على لسان طفل، حتى لو على لسان حد ما تعرفوش، حتى لو على لسان حد يمكن تظن انه ابعد ما يكون عن الله، لكن ربنا يروح منور له كده نور يبين لك حب غير عادي. ايه يا رب ده؟ يعني مهما الدنيا تضامت، انما انت عايز تفهمني ان في نور امل لسه، وفي طريق اقدر اسلك فيه واكمل، يقول لك ما تخافش، انا هو نور العالم اللي بنور لك طريقك للنهايه. هو المعطي للمعي قوة، وفي وقت الضعف يكسر شدة. يا محسين بتحسب مع الواحد يحس إن هو خلاص خارج كل قوة، ضعف للنهاية، ما فيش، مش قادر أكمل. والحاجة يمكن بتحصل مع الخدام وبتحصل معايا كتير، أقول لكم بدون افتخار لكن حقيقة، ياما في مرات الواحد يحس ان هو مش قادر يقوم علشان يجي يصلي القداس، مش قادر بالفعل، آلام مبرحة، ضعف غير عادي، هبوط، وبمجرد ما الواحد بس يقول له يا رب ادي عون وقوة من عندك، يقوم ويبدأ يتحرك ويجي ويخلص القداس بكامل الصحة والقوة. جاي منين ده كله؟ هو الذي يعطي قوة للضعيف، وهو الذي يكسر الشدة في وقت الآية والاحتياج. ياما كتير في الأعمال بيبقى الواحد حاسس مش ممكن يقوم، ويلاقي ربنا مد إيده معاك وعمل كل شيء. والعجيب في ربنا إنه لما يعمل ده كله في الآخر ينسبه لك أنت، ينسبه لي ويمتدح ويقول لك برافو، أنت عملت حلو، أنت عملت كويس، أنا هفرحك على اللي أنت عملته، وأنا يا رب اللي عملته، ما أنا عارف الحقيقة، إن كان عليا كان زماني لسه متكون في المكان مش عارف أتحرك، لكن أنت اللي بتعمل وبمحبتك بتدينا إحنا. نقطة أخيرة رقم 12، مين المسيح بالنسبة لي؟ هو القادر على استعمال الفتيلة المدخنة والقصبة المرضوضة التي يعطيها قيمة.
اوعى في يوم من الايام الشيطان بيقول لك كل اللي بتعمله ملوش فايده، ياما بتتكلم ومين سمع لك، ياما عملت ومين شاف اللي انت عملته، ياما خدمت وتعبت ولا حد مقدر اللي بتعمله. انت بالنسبه للناس ولا حتى فتيله مدخنه، يمكن الفتيله المدخنه لها قيمه شويه. ويقعد يدينا هذا الفكر من الاحباط الرهيب، لكن ثق تمام الثقه ان الله مستعد ان يعمل بالفتيله المدخنه اكثر من المشتعله نار وحماس على الفاضي، وان يعمل بالقصبه المربوطه اللي خلاص هتقع وتتكسر ومنشن اكثر من لوح الخشب الكبير اللي ممكن ما ينفعش ولا يفيد بشيء. دي طريقه ربنا يا احبائي. مين هو المسيح بالنسبه لك؟ عرفته؟ يا ريت تفكر فيه كويس، ويا ريت كلكم تكتبوا وفرحوني معاكم. ابعتوا قولوا لي مين هو المسيح بالنسبه لكل واحد فيكم. عمل ايه لالهنا المجد الدائم في كنيسته من الان والى الابد امين.